مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقينا اتصال من عند أستاذة ليلى، مستشارة قانونية، وعدد كبير من المغاربة كيتبعوها وتعرفوا القصة اللي تناولت في الأول، اللي تعرفت فيها بشكل كبير ديال تهامي بن هاني. مستجدات جديدة في الموضوع حسب صريح وحسب الكلام ديال الأستاذة ليلى غنشوفوها معها. أستاذة، هناك مستجد في ملف ديال تهامي بن هاني، إذا كان ممكن نورينا الرأي العام، تفضلي. السلام عليكم، شكرا لكم على مواكبة هذا الملف الشيق ديال تهامي بن هاني اللي كلشي العالم دابا كيتبعوا وباغي يعرف النتيجة ديالو فين غتوصل وشنو هي الملابسات اللي كاينه في هذا الملف. اللي كاين في هذا الملف هي انه كما العادة تبرمج الجلسة المقبلة اللي كاينه في 28 تسعود، كلشي كينتظر ها 28 تسعود شنو غادي يكون فيها. اذا الهيئة الموقرة استدعت الشهود باش شهيدتين باش تجيو، وبما اننا عرفنا انه ما جاوش بالقوة العمومية، ما جاوش الاستدعاء، مباشرة الهيئة كتغرمهم، كتغرم الشاهد، هذه معروف عليه. إذن إلى غرمت الشاهد حنايا كيبقى عندنا أنه فقط هذاك التدبير ديال الهيئة المحترمة كديرو، لكن ماشي في صالحنا. اللي في صالحنا هي أن السيدة حياة العالم تعرف الحقيقة من بعد ما ولت عندها الصفة القانونية باش تواكب هذا الملف ديالها، لأن هذا الملف هذا ديالها فيه الاختطاف. إذن الصفة القانونية ديالها كأم عندها الحق أمام الهيئة، غادي تستمع ليها، غادي تستمع لكل ما هو يعني دفوع ديالها، وغتستقبلها الهيئه وتسول على الهويه ديالها وتسول على الحاله المدنيه، واش هاد الولد سقط من الحاله المدنيه ولا ما سقطش. بما ان تهامي بن هاني مازال ما سقطش من الحاله المدنيه، فهو مازال في عداد الموجودين وعداد الاحياء. الجديد اللي كاين هي اننا كنا حطينا واحد الشكايات وبغينا نعرفوا المآل ديالهم ضد عدد كبير من المتدخنين اللي ان شاء الله غتكشف شكشف عليهم في الهيئه من بعد ما غادي يتوصلوا. فحنا اللي غنديروا هي غنحطوا هذوك الشكايات بعد ما كنطلبوا المآل ديالهم، وكيقولوا لنا مازال في الدراسه. حنا مزيانه لينا يكون في الدراسه، لان حنايا دايرين واحد النقطه ايجابيه هي اننا مسجلين الشكايات احتياطيا لهاد المساله هذه ديال تغريم شاهد ولا شهيده ولا ما يجيش ولا هذه. فحنايا اللي توجهنا لهم الاتهام وتشكينا بهم هما اللي غادي يجوا امام الهيئه، سواء كانوا شهود الان امام الهيئه ويوليو حنا عندنا متهمين. هذه المسألة الأولى اللي غنشوف معك هو ديال الأم. نعم. في مجموعة من المنابر تناولت هي الملف، بطبيعة الحال كلشي مغاربة متبعينه، وعندها واحد العنوان. هذا العنوان هو كتقول عندي أدلة قاطعة. نعم. تقلب الموازين في أي لحظة. نعم. وهذه الأدلة عمرنا ما سمعناها وما عرفناش، والرأي العام يطالب أنه يعرف هذه الحقيقة. هذا السر كتعرفوه أنتم أستاذ. شنو الأدلة اللي عند الأم حياة؟ أنا نقول لك، أولاً أنا كنحيي السيدة حياة العالمي من هذا المنبر، وكنشجعها على النضال ديالها والمثابرة ديالها لوصول الحقيقة لمدة 15 سنة. راه ماشي ساهل على أم أنها تبقى كتناضل باش توصل الحقيقة. فهي أكيد غيكون عندها واحد المعطيات، لكن غتكون عندها واحد التحفظات باش تحطهم دابا، لأن ربما يكون فيهم أسماء وازنة، ربما يكون واحد الشخصيات اللي فارين، ربما يكونوا شخصيات اللي مغيرين الاسماء ديالهم. حنا ما يمكنناش دابا نقولوا. اللي عندنا النقطه الايجابيه هي انها قدمات بهم شكايه، حس هذا هو الاهم. قدمتي شكايه كتاخذ تولي مطالب بواحد الحق، ما قدمتي شكايه ما كيعطيكش شي واحد حقك. فهي هذه النقطه دارتها ديال الشكايات اللي حطاتهم، ودابا غيتناقشوا. استاذه خيار مشكوره غادي تناقش حتى هي هذه الشكايه ديال اللي دايره سيده حياه العالمي، وغتاكد الطلب ديالها ديال اعاده تكييف القضيه باش اللي عنده شي حقيقه هو اللي يجيبها. اما لحد الان حنا شنو كنقولوا؟ تنقولوا ديتيه جيبوه، علاش نتوما جيتي وما جاش؟ راه الطفل قاصر، تم اخذه بسياره اداه ذات محركين يعاقب عليها القانون. فهاد الطفل هذا ديتيه جيبوه، ما بغيتش يشقل الحقيقه. الحقيقه تبان لينا، تبان لينا من الخبره على اللي حطينا، من الطلبات اللي حطينا. كيف يعقل ان غير الرقم ديال تهامي بن هاني براسو ما يكونش دارت عليه الخبره؟ فهذا ماشي تجاوزات واخطاء قضائيه واخطاء ديال الشرطه. فحنايا واقفين على واحد العدد كبير من الاخطاء. فسيده حياه العالمي من حقها انها تحتفظ بواحد المعطيات اللي عندها، ربما تحطهم امام الهيئه الموقره. لان يعني اللي فهمته استاذه انه الام حياه. نعم. حطت الان شكايه. نعم. بشخصيات وازنه في الموضوع عندهم صله به. نعم، كانت عندها الشكايه حطيناهم حنا قبل من طلب اعاده التكييف، لاننا ملي كنا درسنا الملف انا كنت نصحتها بان هادو خصك تشكي بهم، وخصك تشكي حتى بعض الاشخاص اللي باشروا هذا الملف هذا ديالها. وفعلا استجبت وعجبها التوجه ديالي، لان خداته منطقي، حيت انا المنطق ديالي هي انك درتي واحد الذنب خصك تعاقب.
حتى واحد ما فوق القانون، كلنا فوق القانون، بالمساواة امام القانون. اذا اللي كاين يجي، شنو اللي مزيان في القانون اون جينيرال عامه؟ هي انك عندك شي حد ضرك خصك تشكي به، ما شاكيش ما غناخذلكش حقك. كيفاش غناخذ لك حقك وانت باش كيتيش؟ المحكمه لا تعطيك ما لا يطلب منها، طلبتي منها غتعطيك، ما طلبتيش منها ما غتعطيك. ولحد الان سيده حياه العالمي طالبه للمحكمه ومؤكده الطلبات ديالها، ومازال ان شاء الله نهار الجلسه غادي تاكد الطلب ديالها ديال اعاده تكييف القضيه. وكنتمنوا يكون عندنا واحد الاجوبه نزيهه، وحنا ما هاربين حتى شي حاجه، لان الاحكام ضروري انها تكون معلله، لان لا رفضت لينا الهيئه خاصها تعلل لينا، لان لما علتينا كيكون نكران العداله. إذن وكان عندنا مازال مرحلة استئناف، مازال غنبقاو ناضلو حتى تبان الحقيقة. يقولوها هما اللي كتبوا 15 عام وما كيكتبوا، حنايا ما كنتهمو حتى شي واحد، حنا موجهين الطلب ديالنا ديال الاختفاء والاختطاف. المحكمة هي اللي كيفات، والمحكمة هي اللي غتعطي السيدة حياة العالمي الحقيقة كاملة. هنا كاين بعض مجموعة من الثغرات في هذا الملف. نعم. اش من اتجاه كتعطيني انت والسيدة ليلى؟ نعم. إلا قلنا مختفي. نعم. مختفي. نعم. هذا عنده واحد الإطار. نعم. لأنه ما تلقاش باش تدفنه. نعم. إلا قلنا فصك الاتهام. نعم. لمعتقلين متابعين. نعم. بالقتل العمد. نعم. أو عدم تقديم مساعدة شخص في الخطر، ولكن في حالة صراح إطار آخر، يعني القتل كين. إيش من اتجاه؟ شكرا لك. اولا من ناحيه مختفي، ما عندناش مختفي، عندنا مختطف. علاش؟ حيت هو تم حمله باداه ذات محرك الي وتسدات هذيك السياره اللي سدات عليه ومشات وما عاودش رجعت، ما تحجزات، ما تقلبات، ما جات دارت خبره، ما دارتش شي حاجه. اذا هادشي شنو هو؟ راه حنا كنعرفوا مني شي واحد كتهزو بشي حاجه، راه خصك على الاقل الشرطه العلميه دير الخدمه ديالها. اذا ها هو هذا الجانب ما كاينش. جيتي انت عندك فيه الاختطاف اللي ديتيه كنعتبره ما رجعتيش، اذا خطفتيه. شمن السبب اللي باش خطفتيه وخليتيه عندك وانت جيتي؟ علاش انت في الاخر غتجي تقول لي مات؟ كيفاش مات؟ الموت راه عندنا خصو يكون بالمدونه ديال الاسره اللي عندنا. الموت يجب ان يكون حقيقه ويجب ان يتحقق، وعندنا الفصول ديال الموت، لان الا قلتي موت ماشي هو قتل، حيت غادي النيابه العامه بطبيعه الحال تابعته من اجل القتل العمد، باش عاد في الابحاث ديالها دير تحريات وتاكد ليها ويبان ليها انه قتلوه. ولكن هي راه ما جابت لينا والو، ما جابت لينا لا اداه القتل، لا سبب القتل، لا اركان ديال هذه الجريمه القتل. فعلاش حنايا غادي نثقوا بها ونقولوا لها هذاك هو التوجه الحقيقي؟ ما هو الدور الدفاع؟ الدور الدفاع ديال الاستاذه خيار في هذه المرحله هذه هي انها تقول ليه من دام قلتوا لي القتل ثبتوا لي، واخا نتوما جهاز عطينا هادشي، لان هذا هو المرافعات وهي المحاماه. علاش المحاماه كتكون حاضره؟ باش تقول لك انت درتي واحد الدفوع، درتي واحد صك الاتهام، واحد النوع ديال التهمه، وما جبتيش ليها الدليل. جبتي ليها الدليل على القتل، ما كاينش هذا القتل هذا. اذا شكون اللي كاين عندنا اكثر؟ هو ديتيه ما رجعتيش، هي الكفه الغالبه. السؤال الاخير اللي عندي معك استاذه، الشاهده، عندكم شاهده اللي كتاكد ما راج بين الام حياه وحدة من الشاهدات اللي ما تيحضروش بطبيعة الحال، اللي وحدة مريضة وحدة من دولة أجنبية. هاد الشاهدة لها دور جوهري في الموضوع، ما عمرها حضرت. لماذا لم تساهم في تنوير العدالة في الموضوع؟ شكرا. اولا باقي حنايا ما دخلناش الموضوع، باش غادي نبداو نناقشوا ونعيطوا للحضور ديال الشهاد ونستدعيوهم ونقولوا هذا حضر على هذا وهادشي؟ باقي ما بداتش المناقشه ديال هادشي. ثانيا ان الاستاذه خيار طاعنا في المحاضر ديال الشرطه القضائيه، لان 15 عام وانت كل نهار كتقول حاجه، كل نهار كتكذب، كل نهار. حنا تنعرفوا في المسائل الجنائيه المحاضر لا يعتد بها، هي فقط على سبيل المعلومه، وحتى المعلومه غلطه، لان كون يجابوا لنا معلومات صحيحين بالطرق العلميه الحديثه ديال اترافير مثلا زونتين غولي، الارصده واعمده الارصده والاجهزه الالكترونيه اللي كيتعمل بها العالم كامل، كون واخا حتى تقنا بهم، ولكن هما ما جايبين لنا والو، دايرين لنا بحال اللي في العصر الحجري. راه حنايا عندنا وسائل الاثبات، وسائل الادله العلميه اللي يمكن نمشيو مع الدول العالم في التطور. هاد الشهيده اللي مع الام حياه. نعم. اللي كانت هي حضرات، اشنو دار بينه وبين احداف؟ شنو الحوار اللي كتقول لكم هاد الشهاده؟ بحكم انك انت كتعرف هي مازال ما جاتش. نعم. مطلبه مازال ما تقدماتش في المحكمه، ولكن انت عندك معلومات اشنو هو الحوار اللي كتشهد به امام الله دار بين الام حياه وبين وحده اللي لا علاقه بالملف اللي مستدعيها القضاء الان؟ شنو اللي دار في الحوار؟
هي الحوار كان انها هدتها معها السيده حياه العالمي من اجل الزياره ديال هذيك الشهيده باش يشوفوا داك الفتاه شنو غتقول لهم في هذا الموضوع هذا. فالفتاه كانت غير قايله ليها حتى هي ما حاضره على حتى شي حاجه، فقالت لها انا غادي نحلف لك بالقران بانها شنو داروا. ما يمكنش هذا الشيء تعتد به، بيكون لان خصك تكون حاضر وتعطينا الاداه وتعطينا الطريقه وتعطينا الوقت وعطيتنا الطب الشرعي وتعطينا جثه وتعطينا واحد الحاجه اللي ملموسه ماديه. ما يمكنلكش تهضر لينا غير على شي حاجه ديال الخيال. الشهاده اللي طالب القضاء اللي كتكلمي عليها من بعد غناقشوا واش هي شهاده السماع ولا شهاده انا كنسولك استاذه على الشهيده اللي كاينه مع الام حياه كتقول لها نشهدها شنو دار هذا كل اللي بغيت نعرف شنو سمعتي. نعم هذيك القضاء غادي يسولها واحد الاسئله، والقضاء راه عنده واحد الخبره كبيره في السؤال ديال الشاهد وسؤال المتهم، كيختار ليها واحد الاسئله باش يوصلها لواحد الحقيقه اللي غتفيد الملف، لان القضاء راه ما تيجي لا مهذا لا مهذا، راه يحكم صالح الحق. فاذا غادي يعطيها بعض الاسئله الا كانوا صحيحين راه غتقولهم، الا ما كانوا صحيحين ما تقولهمش. أستاذة شكرا لك، عطيتيني مجموعة من النقاط مستجدات جديدة انطلاقا من الشكاية اللي دارت الأم حياة كما صرحتي شكايتين شخصيات في الموضوع. كنشكرك وحنا نتتبع معك الملف مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا ملف تهامي بناني موضوع النقاش، ملف عدد كبير من المغاربة متبعينه. الأطوار ديال الجلسة المقبلة أعتقد 28 أو 29 سعود 28 سعود غتكون الجلسة. السيد الرئيس اللي هو بطبيعة الحال القاضي المسؤول عن الملف قضاء الجالس يطالب بحضور الشهيدتين، وهذا ما يخوله القانون بطبيعة الحال باش تكون القناعة الشخصية ديالو ولتنوير العدالة في الموضوع. السيد الرئيس لا زال يطالب، لا نعلم واش هاد الشهيدتين غادي يحضروا في هاد التاريخ نعم أم لا. مشاهدينا الكرام انطلاقا من مجموعة من المعطيات الجديدة في الموضوع اللي وضعتنا فيها أستاذة ليلى كتعلق بالشكاية اللي دارت الأم حياة مجموعة من كتعتبرهم هي لهم صلة بالملف، غادي نشوفوا الحيتيات والإطار القانوني مع الأستاذة زينب. تبعوا معايا.